اهتمنا ببطولة حلب والجمهورية مناطق حلب المحررة، واستضفنا أربع محافظات هي حمص وإدلب وريف حلب ودير الرقة، وحاز على النصيب الأكبر هو محافظة حلب بالميدالية الذهبية، ومن بعدنا محافظة حمص طبعا وريف حلب طبعا. نحن عم ندرب بصالة، نحن مخصصين، ما في أي داعم، ما في أي مؤسسة، أي جهة دعمتنا، دعم نفسي، دعم وضعي، ما في غير الكابتن أحمد مشلح والكابتن طبعا أنا فقط، وعنا جيل أشبال ناشئين شباب رجال وعن حضره إن شاء الله وتعالى. كنا هلا ببطولة حلب وشباب بطولة الأشبال والناشئين، وبعد فترة إن شاء الله وتعالى شباب ورجال بطولة جمهورية إن شاء الله وتعالى. متمنى من شرق اللي دعم اتحاد رياضي واللجنة التنفيذية وتطلع علينا وتاخذنا بعين الاعتبار، وان شاء الله تعالى بنمثل سوريا برا، وان شاء الله عندنا طموح اللي نلعب برا ومثل ما بقولوا نشارك ونجيب ميداليات، وان شاء الله تعالى بنكون عند حسن ظن المشاهدين والجمهور.